دعا الأمين العام لحزب حركة النهضة يزيد بن عيشة إلى الجلوس على طاولة الحوار والتشاور من أجل الوصول إلى ترشيح شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية. الأمين العام لحزب حركة النهضة دعا في ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الحزب للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي يرفض رموز النظام لقيادة المرحلة الانتقالية. نتابع تصريحات في ميكروفون إسماعيل عسلي. المرحلة الانتقالية بالقدر الكافي حتى لا نعطي فرصة لمن أراد أن يصطاد في المياه العاكرة أو يزعزع استقرار الجزائر. قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جبل أن الحل الذي اقترحته المؤسسة العسكرية الممثل في المادة 102 من الدستور يجب أن يدعم بتفعيل المادة 7. جبل قال أن العمل بمقتضيات المادة 7 يمكن أن يوفر الآليات البشرية والمعنوية للوصول إلى بناء نظام تعددي ديمقراطي مستقبلا. تصريحات كانت في ميكروفون زميلة نادية معزوزة. المطلوب من المؤسسة العسكرية وهو يقودها مجاهد أن يكون وفيا للشهداء، وفيا للمجاهدين، وفيا للنضال الذي ناضله، وفيا للشعب الذي تحرك في الشارع بهذه الملايين لكي يحظى بالثناء الحسن من طرف أبناء هذا الشعب، ويكون له الدور المعلى في المساعدة على نجاح هذه الهبة الشعبية العارمة الواسعة في تحقيق في رسم الأسس ووضع الأسس الصحيحة الكفيلة بالوصول إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي يجسد الوفاء لبيان أول نوفمبر ويجسد الوفاء لآمال وطموحات هذا الشعب المشروعة في ميادين الحياة المختلفة.